الصحة والجمال لون جديد للحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أولادي جننوني. بحب ارحب بكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. احنا في بدايه فتره الامتحانات، وفي بين بعض من اولادنا انتهوا من الاختبارات وظهرت نتيجتهم بالفعل، والبعض الاخر لسه على اعتاب الامتحانات، فبنسال ربنا سبحانه وتعالى لهم التوفيق. وموضوع حلقتنا النهارده هيتكلم عن تربيه الابناء في ظل التطور التكنولوجي. طبعا التطور التكنولوجي، التكنولوجيا زي ما احنا بنقول هي سلاح ذو حدين، له ايجابيات وله سلبيات. طيب احنا في ظل التطور التكنولوجي اللي احنا بنعيشه، عصر التطور المعرفي والانفجار الهائل في المعلومات، اصبحت مهمه الاباء والامهات اصبحت تكاد تكون اصبح مهمه صعبه للغايه، مسؤوليه تربيه الابناء. لذلك يقع على عاتق المربين والمسؤولين جميعا هذه المسؤوليه اللي هي تربيه الابناء في ظل التطور التكنولوجي. طيب بعد كده احنا عايزين نتكلم ونقول، احنا قلنا قبل كده ان التطور التكنولوجي ده داخلين احنا على فترة امتحانات بالنسبة للأولاد. طيب الأولاد هل ممكن يستخدموا الموبايل او يستخدموا الانترنت او يقعدوا قدام التلفزيون لساعات طويلة من غير ما احنا نوجههم؟ بنقول في الوقت ده لا. احنا طبعا اي اب او اي ام بيحب ان هو يوجه ابنائه وبيحب يخلي ابنائه ان هم يحصلوا على اعلى الدرجات. طب هيحصل على اعلى الدرجات ازاي وهو قاعد طول النهار على الفيسبوك ماسك اللابتوب بتاعه او الهاتف المحمول وقاعد طول النهار عمال قاعد قدام الفيسبوك وعمال يعمل شاتنج مع اصدقائه وينظر الى بعض الاشياء التي تضره؟ احنا بنقول في الوقت ده عزيزي الاب عزيزتي الام، احنا عايزين نعمل مراقبة على ابنائنا في هذه الفترة. طيب لكن احنا واحنا بنعمل مراقبة لابنائنا، احنا مش عايزين نبقى بالنسبة لهم يبقى سجان يسجنوا برضو في نفس البيت، ولكن احنا بنقول اللعب له دور مهم جدا في حياة الانسان وحياة الاطفال بصفة عامة. طيب زي ما اشار علماء النفس وعلماء التربية وعالم النفس الروسي اللي هو كارل بيولر بيأكد على اهمية اللعب في النمو العقلي بالنسبة للطفل. زي ما بنقول برضو النمو العقلي ده بالنسبة للطفل بينمى من خلال الالعاب. انا من خلال الالعاب اللي بيلعبها الطفل انا ممكن اقدر اغرس في ابني بعض الرسائل الايجابية، ولكن للأسف الشديد زي ما موضوع حلقتنا بيتكلم فيه أولادي جننوني، إن تربية الأبناء في ظل التطور التكنولوجي الألعاب أصبحت كثيرة ولا نستطيع أن نسيطر عليها بأي حال من الأحوال. طيب ما دامت حالة المربين والمهتمين بتربية الأبناء لا تستمر كثيرا، بحيث إن الطفل ده بيجي عند سن معين مثلا سن المراهقة ما بنقدرش إحنا نتحكم فيه أو نسيطر عليه، طيب نعمل ايه؟ طيب احنا بنقول ما عادش برضو بيخفى على اي احد من المربين ان الوقت الطويل اللي ابنائنا اصبحوا بيقعدوا فيه قدام الوسائل التكنولوجيا المختلفة سواء كانت انترنت سواء كانت تلفاز او هواتف محمولة تعد بالساعات يكاد يكون بالايام. انا اعرف بعض الاولاد بيقعدوا على الهاتف المحمول بالساعات الطوال يكاد يكون يصل ان هو لدرجة الادمان. اللعب برضو اللي هي احنا طبعا لما بنيجي بنتكلم الالعاب بتاعتنا بتاعت زمان بتفرق عن الالعاب بتاعت دلوقتي. يعني احنا زمان كنا بنلاقي الاولاد ما كانش فيه تكنولوجيا متطورة او عصر الانفجار المعرفي اللي احنا قاعدين فيه واللي احنا بنعيشه دلوقتي زي عصر زمان. زمان كان الاولاد همهم كل لعبهم بيلعب استغماية، بيلعب مع أولاده في الشارع أو بيلعب معهم في الحارة، فالألعاب كانت بالنسبة لهم ألعاب بسيطة، ولكن دلوقتي الألعاب بتقتل جزء كبير جدا من شخصية الطفل ده. لذلك احنا بنقول على الآباء والأمهات أن ينتبهوا جيدا لهذه الألعاب.
احنا بنقول ان الالعاب ديت مهمه ومفيده، ولكن في نفس الوقت برضو على الاباء ان هم يراقبوا ابنائهم في متابعتهم للانترنت او وسائل التلفاز او وسائل الاعلام سواء كانت مرئيه والمرئيه منها، لان الصوره هي اللي بتاثر في ذهن الولد او البنت اكثر من الكلمه المسموعه. طيب احنا في ظل هذا التطور المعرفي الرهيب، التطور التكنولوجي، وان احنا عايزين نحمي ابنائنا ونحمي بناتنا، نحمي جيلنا اللي جاي، طب هنحميهم ازاي؟ ولا لا، عشان نقدر نسأل سؤال بصيغة تانية، لماذا ينبغي علينا ان نحمي ابنائنا اللي هم فلذات اكبتنا؟ طيب احنا بنقول ابنائنا دولت اللي هم فلذات اكبتنا نمرة واحد اللي بتمشي على الارض. طيب فلذات اكبدنا اللي بتمشي على الارض ديت، احنا عارفين ان لما بيولد الطفل بيولد على الفطره، ولكن المجتمع والابوين زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ فابواه يهودانه او النصران او المجسان. احنا قلنا او ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، عشان كده احنا لابد ان احنا نحمي ابنائنا من انحرافات ومن السلبيات التي تحملها التقنيات الحديثة معنا. طيب في حاجة تانية، ان احنا ايه؟ اولادنا دولت مسؤولية وامانة في اعناقنا كلنا. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى سائل كل واحد منا عما استرعاه، حفظ ام ضيع، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حسنا ان احنا نكون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاحنا مسؤولين عن ابنائنا وعن تربيتهم. لذلك يجب علينا جميعا ان احنا نحافظ على ابنائنا من هذه التقنيات الحديثه. احنا عارفين طبعا ان التقنيه، وزي ما قلنا في البدايه، ان طيب دلوقتي نقدر ناخد معاكم تقرير عن ادمان الاطفال للتكنولوجيا اللي هي موجوده، تصل لحد الادمان. اسيبكم تتفرجوا معانا على التقرير. اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم مره ثانيه من برنامج اولادي جننوني، وبنتكلم موضوع حلقه اليوم عن تربيه الابناء في ظل التطور التكنولوجي الهائل. زي ما حضراتكم شفنا في التقرير اللي هو موجود دلوقتي، ان استخدام ابنائنا للهواتف المحموله او الهواتف النقاله له سبب ايجابي او له عامل ايجابي وله مردود سلبي على الابناء. طيب احنا ازاي نقدر نستخدم هذه الهواتف واحنا عارفين ان هذه الهواتف او الموبايلات اللي احنا اصبحت في ايد كل واحد من ابناء الاسره؟ بالعكس، ده ممكن يكون الواحد منا الابن ممكن يكون معاه موبايل او اتنين موبايل معاه. طيب ولكن احنا الموبايل ده الوسيله اللي اتخلقت لنا ديت واللي اتصنعت لنا ديت، لابد ان احنا ناخذ منها ايجابياتها ونترك السلبيات. زي ما اي حاجه موجوده في حياتنا لها سلبيات ولها ايجابيات، علينا ان احنا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بنعمه العقل والتفكير، علينا ان احنا ناخذ هذه الايجابيات ونترك هذه السلبيات. طيب زي ما قال لنا برضو في التقرير، طيب السلبيات ديت ايه؟ الولد بيقعد ساعات طويله اللي ممكن لدرجه ان هو يوصل لدرجه الادمان. يعني نحن نعرف بعض الحالات بدرجه ادمان الفيسبوك، كان بيدخل غرفه النوم وهو مع الفيسبوك، يسهر ساعات طوال وهو قاعد على الفيسبوك. الفيسبوك دلوقتي كان احنا كنا بنقعد على اللابتوب او الكمبيوتر المكتبي، ولكن دلوقتي الموبايلات الجديده كلها عاد وهو قاعد وهو نايم على السرير قاعد برضه شغال على الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي. طب ده سلبيه ولا ايجابيه؟ احنا زي ما احنا قلنا برضو ان ده له سلاح ذو حدين. سلبيه امتى تكون سلبيه؟ اذا استنزفت الوقت والجهد والمال، ده تعتبر سلبيه. يعني مثلا انا عندي فتره امتحانات، اللي يخليني افضل قاعد على شبكات التواصل الاجتماعي لساعات طويله؟ لا، المفروض، وما تزعلش مني يا ابني، ما تزعلش مني، المفروض هذه الوسائل
تمنع وتحجب عنك في هذه الفترة. طب انت بتقدر، انت بتزعل ليه من والدك او من والدتك ان بينصحوك ان هذه الوسائل بتمنع في هذه الفترة؟ ليه؟ لان انت عندك داخل على حاجة اسمها فترة امتحانات، وفترة الامتحانات ديت من الفترات المهمة. ليه؟ لان الامتحان ده يا ممكن يخليك يوصلك لاعلى الدرجات، يا اما ان انت تعيد السنة. طيب اعيد السنة بسبب ان انا قاعد على شبكات التواصل الاجتماعي لفترة طويلة؟ لا، انا بيعجبني بعض الابناء ان انا اجي اشوف على صفحة البروفايل بتاعه منزل في فترة الامتحانات مغلق لفترة الامتحانات. طبعا دوت انسان ايجابي وقدر يتفاعل مع الحدث اللي هو موجود معاه دلوقتي اللي هو ايه؟ فترة الامتحانات. طيب ما انا اخلي الهاتف المحمول او التلفزيون او اخلي اي وسائل قد تضر بمستقبلي اخليها احطها فترة على جنب، بحيث لما انتهي من الامتحانات ارجع ليها مرة تانية واقدر اخد الايجابيات بتاعتها واترك السلبيات. ليه؟ انا لو قعدت على الكمبيوتر، هنقول مثلا لو حبينا نبعد السلبيات، انت بتقعد على الكمبيوتر والهاتف النقال لفترات طويله تصل احيانا بالساعات. طيب هذه الساعات انت ما بتحركش رقبتك لان انت دايما بص وحط نظر قدام منك، نظر لصفحه واحده. طيب اذا هيحصل لك في طبعا اساتذتنا اساتذه كليه الطب يقدروا يشرحوا لنا الحاجات دي افضل مني واحسن مني بكتير، اللي هي يقدر ممكن يحصل له تيبس في فقرات الرقبه او في العنق. كذلك القعدة اللي هو قاعدها برضو لفترات طويلة هتأثر عليه، هتأثر على الحركة، برضو هتخليه من ضمن السلبيات هتخليه يعيش في عالم افتراضي ما هوش عالم الواقع اللي هو عايشه. لذلك هو ايه؟ بيبدأ الأب ينده على ابنه وينادي عليه أو ينادي على بنته وبنته ما هيش سامعاه. ليه؟ لأنها هي عايشة في مكان تاني اللي هو مكان افتراضي، مكان خيالي، مش مكان الواقع. فمن ضمن السلبيات إن هذه الوسائل بتفصل الإنسان وبتفصل ابننا تماما عن الواقع اللي هو موجود فيه، وطبعا بيبدأ يحصل نوع من التصادم والصدام ما بين الأب وما بين أبنائه بسبب هذا الانفصال. فعشان كده احنا بنقول لك هذه السلبيات علينا ان نخفف منها، علينا ان نجلس ان احنا نقعد بس قدام شبكات التواصل الاجتماعي سواء كانت تلفاز او انترنت او نسمع بعض الفيديوهات او نلعب بعض الالعاب. طبعا احنا ما بنحرمش اللعب، احنا بنقول زي ما ديننا الحنيف عودنا بيقول روحوا عن انفسكم ساعة بعد ساعة فان الاجساد تمل كما القلوب تمل. الاجساد زي ما بتتعب والقلوب بتتعب احنا برضو بنروح عنها، ولكن يجب علينا ان نأخذ بين الفترة وبين الاخرى فترا وقسطا من الراحة. احنا بنقول لابنائنا وحبايبنا احنا عايزين دايما نشوفكم في اعلى الدرجات، احنا عايزين دايما نشوفكم ناس ايجابيين في قلب المجتمع. الانسان اللي بيقعد على النت لفترات طويله طبعا دوت ازاي هيقدر يتواصل مع العالم؟ ده بيعيش في عزله منفرد تماما عن العالم الواقع اللي هو موجود به. طيب احنا بنقول بقى بعد كده، طب ازاي نحمي اولادنا من مخاطر هذه التكنولوجيا؟ احنا بنقول في البدايه درهم علاج خير او درهم وقاية خير من قنطار علاج. درهم وقاية خير من قنطار علاج. لذا ينبغي على الوالدين دايما، على الاب والام، انت يا امي، انت يا ابي، انت يا اخي، لابد ان احنا نرعى ابنائنا. ده هم فلذات اجبادنا اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهم لنا وخلهم امانة في اعناقنا وهيسألنا عليهم يوم القيامة. حفظنا هذه المسؤولية ولا ضيعناها؟ عشان كده بتقع مسؤولية الاب والام وبكون المسؤولية كبيرة جدا عليهم في هذه الفترة من خلال ابنائنا لما بيقعدوا على وسائل التواصل الاجتماعي لفترات طويلة. طيب احنا بنقول، واحد يقول لي ايه؟ طيب ابني دلوقتي بيقعد لساعات طويلة وانا مش قادر اتكلم معاه، هل الوقت فات؟ انا بقول له لا، الوقت لسه ما فاتش، ما زالت هناك فرصة للاصلاح ان انا اقعد اتكلم مع ابني. ليه؟ لان في هناك في فرق ما بين يا اب يا ام يا اخ يا استاذ يا دكتور، في فرق
يا ولي أمر، في فرق بين التربية اللي بتقتصر على الطعام والكساء، إن أنا أجيب لابني موبايل كويس، أو إن أنا أكله كويس، أو إن أنا ألبسه كويس، وإن أنا أربيه تربية كويسة. في فرق بين الرعاية، عايزين نفرق بين حاجتين، الرعاية والتربية. فالرعاية اللي هي اللي احنا قلنا عليها الطعام والكساء والشراب، أما التربية فهي تعني خلق وتهذيبها، وان انا اعرف ابني وارشدهم الى تحديد الهوية عشان يبقوا افراد صالحين في المجتمع. طب البداية هتبدأ منين؟ وهو السؤال اللي بيطرح نفسه عشان نقدر نحمي ابنائنا. البداية هتبدأ منين؟ انا بقول لك ان البداية بتبدأ من النية، اخلاص النية لله سبحانه وتعالى. تزوج ليه؟ والاخت بتتكلم عن نفسها وبتسال نفسها السؤال ده، او البنت بتتكلم عن نفسها وبتسال نفسها السؤال. شاب في مقتبل العمر بيسال نفسه، لابد ان هو يسال نفسه هذا السؤال، انا بتجوز ليه؟ لابد من نيه. ايه هي النيه؟ انا بتجوز عشان ابني اسره مسلمه، هذه الاسره تنشئ افراد صالحين في هذا المجتمع يقدروا ينهضوا بالوطن اللي احنا بننادي بيه، ان احنا عايزين وطننا كلنا يبقى من اعلى الامم، وما يرفع الاوطان الا رجالها، وهل يبقى الناس الا بسلمي. ما فيش حد ابدا بيقدر يصنع الابطال او بيصنع الاوطان الا شباب قادرين على صناعه هذا المجد لهذا الوطن. فالبدايه بتبدا من اخلاص النيه لله عز وجل، ومن اخلاص النيه لله عز وجل تاتي مرحله اخرى اللي هي مرحله المجاهده. الانسان الاب والام بيجاهد نفسه في تربيه ابنائه، فبيقول ان انا كل قرش انا بصرفه على اولادي فانا بحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ليه بيحتسبه عند الله سبحانه وتعالى؟ زي ما فعلت السيده مريم عليها السلام، قالت ايه؟ قالت ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فكانت الإجابة من عند ربنا سبحانه وتعالى، فتقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه النية لابد أن احنا نجددها في كل وقت. يأتي بعد دور النية وإخلاص النية لله عز وجل في تربية أبنائنا، يأتي دور اليقين بالله عز وجل. أنا ربيت أبنائي تربية حسنة وتربية جيدة، ولكن هناك يقين بربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى هيحفظ لي أبنائي، زي ما بالضبط ما حفظ سيدنا موسى عليه السلام عندما ألقي في النهر، لما قال لأمه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. فسبحان الله، ماء يغرق ولا يغرق. لما يجي ده اليقين بربنا سبحانه وتعالى، اللي هي أم سيدنا موسى عليه السلام عندها يقين بربنا سبحانه وتعالى، لذلك لما ألقت ابنها في اليم فتشي. ولكن لو قلنا الأم من أمهاتنا في الوقت ده، هل تستطيع أن تلقي ابنك في الماء؟ تقدري انك انت ترمي ابنك في البحر دلوقتي؟ هتقول لك ابدا لا انا ما اقدرش، لان اليقين اللي عندنا كلنا، اليقين بالله سبحانه وتعالى ما زرعناهوش في قلبنا وزرع فينا من جوانا واحنا صغير. بالله لا تربى في سيدنا ابراهيم عليه السلام، سيدنا ابراهيم يا نار كن عن ابراهيم، ده عنده يقين بربنا سبحانه وتعالى. كان عند سيدنا ابراهيم عليه السلام، كانت عند زوجته السيده لما ايه؟ لما خدت ابنها اسماعيل عليه السلام واخدهم سيدنا ابراهيم وقعدهم في قلب صحره، وبعد كده سابهم انت سيبنا في الارض، هذه الارض الصحراء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء، فانت سيبنا ورايح فين؟ فيقوم يقول لها ده امر من ربنا سبحانه وتعالى ليه. فقالت له ايه؟ اذا لن يضيعنا الله ابدا. فكانت ايه؟ كان حفظ الله سبحانه وتعالى للسيده هاجر وابنها اسماعيل عليه السلام. فتقومي السيده هاجر عليه السلام وتجري ما بين الصفا والمروه اشواط، ياتي اليقين يقينها بربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى ابدا مش هيضيعها لا هي ولا ابنها، فينفجر الماء من تحت اقدامها
قدام إسماعيل عليه السلام اللي هو ماء زمزم اللي بنشرب منه إلى الآن ويشرب منه ملايين المسلمين في كل أنحاء الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من هذا الماء منه سلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. لذلك بقول لإخواني وأخواتي وأولاء الأمور جميعا علينا أن احنا جميعا يكون عندنا يقين بالله سبحانه وتعالى وإحنا بنربي أبنائنا. لذلك مش بس كده، يبقى احنا قلنا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى واليقين بالله سبحانه وتعالى أن أي حاجة بنعملها وبنزرعها في أبنائنا بنلاقيها تاني رجع لنا مرة تانية. طيب احنا بنقول إيه؟ احنا بنقول لأولياء الأمور، بقول لك يا أخي بقول لك يا أخي في البيت ان احنا لابد جميعا ان نجتمع على كلمة واحدة، لابد ان يجتمع الاب والام على سياسة واحدة في تربية الابناء. ليه؟ لان لو نشأ الطفل بين سياستين مختلفتين هينشأ وهو مشتت الذهن طبعا، ولو نشأ وهو مشتت الذهن هيبقى في عنده عدم استقرار نفسي، وهو ده اللي ما بنرضاهوش لأولادنا، لأن احنا كده بنضطر بنشتكي بعد كده من سوء أخلاقيات أبنائنا. ليه؟ لأن احنا فريسة للتكنولوجيا اللي هم عايشين فيها، وتركناهم فريسة للشقاق والنزاع اللي هم كانوا شايفينه في كل وقت من الشجار اللي بيحصل في قلب البيت. عشان كده أنا بقول لجميع الآباء وجميع الأمهات علينا جميعا أن نوحد سيا أبنائنا في هذا الشأن. احنا نلحالة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ونقول اللهم إنا نتبرأ إليك من علمنا ومن تربيتنا ومن حولنا وقوتنا في أبنائنا إلى حولك وتربيتك وقوتك في أولادي. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى إن هو دايما يتم علينا هذه النعمة ألا وهي نعمة التآلف والمحبة بين الآباء والأمهات. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا سكن ومودة في هذا الزواج. لما خلق لنا الزوجة وجعلها سكنا لزوجها ومودة ورحمة، يقول الحق تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه السكنة وهذه المودة والرحمة هي اللي احنا عايزينها تسود بيتنا كله، يعم بيتنا كله الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة، حتى ينشأ أبناءنا في ظل بيت هادئ يسوده هذه القيم الجميلة. طبعا احنا كلمنا عن النية الطيبة وكلمنا عن النية لله سبحانه، دور حماية الأبناء. أولادنا كلهم هم في مرحلة عمرية واحدة؟ طبعا السؤال لا، أولادنا مختلفين في المراحل العمرية. ليه؟ إحنا بنلاقي مثلا في زي ما علماء النفس قسموا لنا في مرحلة اللي هي من مرحلة من المهد إلى اللي هي مرحلة المهد اللي هي من سن يوم إلى سن سنتين. طيب هذه المرحلة اللي هي من سن يوم لغاية سن سنتين اللي هي بنقول عليها مرحلة التأثير، تأثير في الأولاد. أنا مش عايز أي أب أو أي أم أو أي مربي أن يعتقد أن ابنه أو بنته في السن ده ما بيعرفوش حاجة. لا والله بيعرفوا كل حاجة. ليه؟ ما بالك الجنين الصغير، الجنين وهو في بطن أمه بيشعر وبيحس بكل شيء، فما بالك بالطفل اللي عنده سنة له مشاعر وله أحاسيس. لذلك إحنا بنقول على الأب وعلى الأم، على الأب وعلى الأم ألا يتركوا أبناءهم فريسة لهذه التكنولوجيا. طب واحد يقول هل الابن الصغير ده سنة واحدة أو سنتين بيقدر يتعامل مع التكنولوجيا؟ بيقدر يتعامل. الأم بتبقى إن ابنها قاعد من رسوم قناة ليه؟ بطير اللي يبكي، بطير اللي يصرخ، فهي مبسوطة، ولكن هي مش عارفة إن الصغير دوت من البداية روح العزلة والإنعزال والإنطوائية. ومش بس كده، طب أنا بسألك يا أمي، بسألك يا أختي الحبيبة، بسألك يا أخي الحبيب، أنت لم قعدت قدام هذه الرسومات المتحركة قبل ما ابنك يشاهدها؟ هل أنت شاهدتها قبل ما ابنك يشاهدها؟ أنا منتظر إجابتكم. أكيد الإجابة هتكون هي لأ.
تحرك أبنائنا فريسة للتطور التكنولوجي وفريسة لهذه الوسائل، وهي اللي بتنشئهم وهي اللي بتأثر في سلوكياتهم بعد كده، وهي اللي بتكسبهم عادات سلوكية خاطئة. يعني مثلا احنا بنتخيل ان هذه الألعاب سواء كانت في رسوم متحركة في شاشة التلفاز او على الموبايل، بنتخيل هذه الألعاب مهمة جدا. بعد هذه الألعاب تؤثر على الطفل تأثير سلبي للغاية. عشان كده بنقول للآباء والأمهات كلهم عليكم أن تلاحظوا أبنائكم جيدا وتشاهدوا هذه الأفلام قبل أن يشاهدوها. طيب مش بس كده، بقول للآباء اللي بيسافروا ويسيبوا أبنائهم في هذه الفرصة، عندهم 5 سنين وعندهم 6 سنين، الأبناء في هذه الفرصة في البداية من سن سنة لغاية 5 سنين بتشكل الوعي الأخلاقي والعقدي والاجتماعي. طب انت سايبهم عشان خاطر ايه؟ انت سايبهم عشان خاطر تجيب لهم الكيات؟ ما احنا بنقول ايه؟ الموبايل والتلفزيون اللي انت راح تجيبه لهم ده، والتلاجة والملابس والأكل وكل الأمور ديت كلها هنعتبرها كماليات. انت تقدر وانت قاعد معاهم تقدر يكون عندهم اساسياتهم، مش عايزك تسيب ابنك في هذه المرحلة. طب لو سبته في هذه المرحلة، انت بتعهد بالتربية وبتأمن بالتربية لأم في هذه المرحلة، وان كان الاب والام هما جناح التربية في الأسرة. طب عشان كده احنا بنقول برضو يا امي ويا اختي الحبيبة، مش عايزك تسيبي ابنك يقعد لوحده قدام التلفزيون حتى لو هو سنه صغير. طب امال ايه؟ انت بتقول لي ما يقعدوش قدام يتفرجوا على الرسوم المتحركة، طب امال عايزهم يتفرجوا على ايه؟ انا بقول لحضرتك لا، يتفرجوا على الرسوم المتحركة، ولكن عليك انك انت تشاهدي هذه الرسوم المتحركة او الافلام المتحركة قبل ان يشاهدوها. طيب مش عايزك برضو تمنعي ابنك في هذه الفترة من مشاهدة هذه القنوات او هذه الرسوم، ولكن عليك ان تنتقي له، انت اللي تدوري وانت اللي تبحثي له على القنوات اللي هي هادفة بتقدم مضمون هادف للأب والابن. واحنا عارفين ان في لنا عندنا بعض القنوات اللي هي خاصة بالأطفال اللي بتشكل وعي الطفل، اللي هي القنوات اللي احنا بنقول قنوات إسلامية. الحمد لله رب العالمين عندنا قنوات دلوقتي زي قناة المجد للأطفال وقناة طيور الجنة وغيرها من القنوات. انا ما بعملش اعلان عليها ولا حاجة، القنوات ديت هي اعلنت عن نفسها من زمان، ولكن هي قدمنا البديل العربي اللي نقدر نحافظ بيه على قيمنا ومجتمعنا اللي احنا عايشين فيه، عشان نقدر نخلق جيل صالح ينفع نفسه وينفع مجتمعه اللي هو بيعيش فيه. طيب اذا كان ابنائنا دولت من سن سنة لسنتين، احنا بنقول هم مش هيقدروا يستخدموا الانترنت ولا يقدروا يستخدموا الموبايلات، ولكن التلفزيون واحنا اتكلمنا عليه ومش هنزيد اكتر من كده. طب الاطفال من سن 3 سنين لسن 6 سنوات، هذه الطفولة المبكرة المرحلة ديت بالذات من مرحلة الطفولة بتتسم بأشياء، ألا وهي هذه الأشياء اللي هي كل طفل في هذه المرحلة بيحب الاستقلالية، بيحب ان هو يستقل بنفسه، بيحب ان هو يعمل لنفسه كل حاجة. مش بس كده، برضو بيحب يقلد، فعشان كده بنخلي بالنا من لما يجي يقعد قدام وسائل التكنولوجيا المختلفة هيقلد، هيتفرج على فيلم. احنا بنقول للآباء والأمهات، هل جميع الأفلام التي نشاهدها على شاشة التلفاز هل هي مناسبة لأبنائنا في جميع أعمارهم؟ طبعا بالإجابة طبعا هكون بالنفي لا. عشان كده احنا بنقول علينا ان نعزل ابنائنا في برامج معينة هم يشاهدوها، ونحن يا كبار لنا احنا برضو لنا برامج معينة نشاهدها. ليه؟ لان الطفل لو قعد في السن ده، احنا قلنا من خصائص الطفل في هذه المرحلة العمرية ان هو بيحب التقليد. طيب لما هيجي هيحب التقليد، احنا بنشوف مثلا وليكن الافلام اللي فيها الاكشن وفيها الرعب وفيها 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 وفيها، بنقول اظهرت بعض الدراسات العربية حديثا التي اجريت في احدى البلدان العربية عن اثر مشاهدة الاولاد لهذه الافلام، تبين ان 76% من ابنائنا بيقلدوا البطل.
ده مش بس كده، ده 85% من أبنائنا عايزين يكونوا هم زي البطل. طيب البطل ده احنا عارفين طبعا أبطالنا طبعا بيظهروا بصورة بصورة خرافية. البطل يعني مثلا احنا كنا زمان بنشوف فريد شوقي سبع شاشة بيعمل ايه، بيضرب 5 6 مع بعض ويمسكهم ويكسر دماغهم في بعض، فالابن بيشوف هذه يرى هذه اللقطات، عبد موته وغيره من الافلام الجديدة دلوقتي بيشوف هذه الافلام وبيحاول ان هو يقلدها. طفل صغير بلاقيه يمسك مطوة قرن غزال ويطلعها من جيبه، ممكن يعتدي بها على زميله في قلب المدرسة، وممكن يعتدي على بها زميله في قلب الحضانة. ليه؟ هو مش عارف، هو بيقلد، هو حب يقلد البطل اللي هو حبه واللي هو شافه. عشان كده بننشد وسائل الإعلام المختلفة نقول لهم رحمة بأبنائنا وبأطفالنا، فدية رسالة احنا بنبلغها للناس كلها ولأبنائنا. ليه؟ احنا قلنا الاولاد في المرحله ديت بيحبوا التقليد، فعشان كده بنقول ان القدوه ده هي خير مؤثر في الابناء. فعشان كده لابد ان احنا نعمل ايه؟ نكون مثال طيب لابنائنا. ليه؟ تعالوا نشوف شاعرنا العربي بيقول ايه؟ بيقول مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه فقال علام تحتالون، علام تختالون، قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المعوج واعدل، فإن إن عدلت فعدلوه، أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إحنا بنقول لأبنائنا إن هم بيحبوا التقليد في المرحلة دي، عشان كده أنا بقول للأب والأم عليك إنك أنت تكون قدوة صالحة لأبنائك. بمعنى إيه؟ بمعنى إنك أنت ما تمنعش أبنائك عن استخدام التكنولوجيا المختلفة ويلاقيك هو بتستخدم التكنولوجيا. احنا ما احناش معصومين، ولا احنا ملائكه، ولا احنا انبياء، احنا كلنا بشر وكلنا خطائين، وخير الخطائين التوابون. ولكن احنا مش عايزين نحط لنفسنا قدام ابنائنا صوره مثاليه للاب والام، ثم يكتشف الابناء بعد ذلك هذه الصوره انها صوره مزيفه. علينا ان نتعامل بالواقع كما هو، كما يقول المثل الانجليزي little dogs have big ears، الكلاب الصغيره لها اذان كبيره. طيب احنا دلوقتي هنشوف احنا دلوقتي بعض تأثير هذه وسائل التكنولوجيا المختلفة، ونشوف الابن اللي بيقعد يسمع او يقعد يتكلم كتير بالموبايل بالساعة وبالساعتين. هنشوف تعالوا نشوف حلقة مقطع معانا دلوقتي، مقطع فيديو. ماشي، اتفضل اتفضل. ادي 5 موبايلات موجودين قدام منا، وحاطين قدام منهم او في وسطهم 5 أو 6 حبات من الفشار. تعالوا نشوف الموبايلات ديت لما تبدا تتفاعل وتشتغل هتعمل ايه. نعم، شايفين احنا طبعا الموفين، شايف الموجات عملت ايه؟ شايفين حبايه الفشار انتفخت وصار استوت. إذا كانت هذه حبات الفشار حبي هذا الأخرس حدث له ما حدث. ركزوا معانا تاني، أدي 5 موبايلات تاني وإحنا بنتصل بيهم. شايفين الحركة بتاعت الموبايلات؟ هنبص تاني، شايفين الموجات؟ ركزوا في حبة الذرة ديت اللي موجودة، شايفين؟ شوفوا هتحصل إيه؟ خلي بالكم، لاحظوا معايا. الله، شايفين؟ شفتوا إيه اللي حصل؟ ديت أثر الموجات الكهرومغناطيسية على حبات الذرة. إذا كانت حبات الذرة استوت بهذه الطريقة في خلال بضع ثواني، فما بالك أنت لما بتقعد تتكلم على الهاتف بربع ساعة بنص ساعة؟ ده في ناس بتقعد تتكلم اكتر من كده بكتير. في اولاد انا بشوفهم ما بيسيبوش الموبايل من ايديهم. في بعض الابناء انا بمسك بعمل بحاول ان انا اعمل عمليه اتصال الاقي التليفون مشغول طول الوقت. انت شفت دلوقتي حبات الذره حصل لها ايه؟ عشان كده بقول لك قلل من استخدامك للموبايل، قلل من استخدامك على قدر الامكان. احنا التليفون ده
احنا بنقول التليفون ده وسيلة فيها غرض معين، خلاص انتهت، انتهى هذا الغرض، ما فيش داعي لان احنا نتكلم كده. طب قدام منا دلوقتي على شاشة التلفاز اثر الاشعة على البيضة، عملنا البيضة دلوقتي، شايفين احنا دلوين، لا ده انا يا ريت الاول بعد اذن حضرتك لو تعرضنا من اول البيض، بين ادي شايفين صفار البيض موجود ايه دلوقتي، والموبايلات خمس موبايلات على يمين الطاسه وخمسه على شمالها، شايفين الموجات عامله ايه، البياض شايفين استوى ازاي من الموجات الكهرومغناطيسيه الموجوده، هنقول لكم ايه بالهنا والشفا. الاثار ديت اثار مدمره على الخلايا العصبية للمخ. إذا كنا إحنا شايفين هذه الآثار على المخ، فما بالنا بأبنائنا اللي بيقعدوا يتكلموا ساعات طويلة من الموبايلات. في آخر كلامنا أحب أوجه رسالة إلى آبائي وأمهاتي، بقول لهم علينا أن احنا جميعا في خمس حاجات لابد أن احنا نرعاهم: الحب والحزم والحوار والحنان والحكمة عند التعامل مع أبنائنا، عشان نقدر نقول أن الأعمال الكبيرة بتحتاج إلى همم كبيرة ورغبة صادقة في التعامل مع المواقف بصدق وإخلاص. أشكركم واللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، ومن برنامج أولادي جننوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.